صباح الخير عليكم بنات، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حالة. اليوم بإذن الله بصور لكم فلوق يوم الخميس يوم كامل، راح يكون فلوق جدا خفيف ولطيف. عندي شغلة واحدة بس، إني أول شيء بودي دوامات، بعد كذا بودي سيارتي في الصيانة، صيانة سريعة ما راح تاخذ وقت. شوفوا على بال ما أخلص الصيانة يكون اللي عندهم دوامات يخلصون، لأنه مش دوامهم مش كثير، أبو ساعة ونص كذا. راح أجيبهم من الجامعة، بعدين نروح نفطر، بعد كذا بروح سوبر ماركت. سوبر ماركت اشياء لطيفه، مش مقاضي للبيت، لا اشياء كذا حلوه للخميس الجمعه. وايش بعد ممكن اذا خلصنا نروح ناخذ قهوه من ستاربكس. يلا كان على الله. نجي نفطر في كودو، نبي بانكيك. جينا معك بس للأسف ما تشوفوا، لا مش قادرين تشوفونا، ورا هناك في صيانة، فقلنا نجي كودو غالبا أفضل خيار بعد ماك للبانكيك. هو في يلا وصل فطورنا، هذا الفطور اللي خذيته وافل مع فراولة، بس احسهم قصوا علي خدعوني. انا طلبت فراوله طلع صوت، يعني عرفتوا ما ادري ليش حطوا لي نفس المربى حتى ما احس سيرب. المهم وخذينا بعد كلب هاوس ووافل. الوافل خلاص احنا طلبناه اصلا، انه وافل الكلاسيك اللي ما عليه لا شوكليت ولا فراوله. بس انا صورته في المنيو، لازم ارجع اصوركم اياه في المنيو. كان في فراولة، كان في اشي، يعني توقعت بيكون فاكهة طبيعية. المهم خذيت معاه شاهي، بس خلنا نفطر يلا. خلصنا فطورنا، صراحة الفطور كان يجنن. زعلت انه ما حطوا فراولة طبيعية، بس الوافل احلى من البانكيك مراحل، يجنن الوافل صراحة مرة لذيذ. المهم انه الفطور كان جدا حلو وشهي. الحين جاء دور روح السوبر ماركت. نفس ما قلت لكم جينا لولو، الجو يجنن، شايفين كيف الجو مرة لطيف. داخل السيارة تحسون في شمس، بس لما تطلعون انعكاس القزاز كذا تحسون يجمع لكم الشمس، بس برا لا، الجو مرة لطيف مرة حلو. الحين بروح السوبر ماركت ونقي أشياء لطيفة. يلا باخذ عربية كبيرة لأنه أبي أخذ أغراض كثير. يلا بغيت أبدأ في قسم شيبس وكذا، بس في زحمة، خلني أخذ من هنا لأن خفون. شوفوا هنا في عارض لا الأوريو هذا، بس خلت أكد من تاريخه. لين شهر 12 شايفين؟ ما أدري الثاني على عرض بعد، لا نفسه. عرفتوا ليش يسوون عليه عروض؟ يكون تاريخه خلاص بينتهي.
شوفوا فليك مسوي نكهة بالبرتقال، ترى أحب طعم البرتقال مع الشوكولاتة طاي جنان. أول أذكر جلاكسي كان في منتج عندهم جلاكسي وبرتقال، كان جدا لذيذ. تذكرون هذا؟ تحبونه؟ أموت فيه، من أشياء الطفولة اللي مفضلة عندي. راح أخذ 4 مبدئياً شانكي، لا بس ما بيلو 9 بالعادي. في البيت نحب الكتكات الشانكي بس ما في لذة. شكله العادي بأربعة. بعد يموتون في الكندر، بس الكندر مش هذا، الثاني اللي بالشوكليت مو اللي أبيض. أحس هذا اللي كل البيوت يحبونها. مش موجود بس باخذ من هذا. بعد هذا بناتي يحبونه. 4 احس كذا شوكليت كفايه. اخذ كوكيز بعد. جينا قسم الشبسات، واحد حار وكاتشب. ملح وخل بعد واحد. احبهم الشيبسات هذه بس مو مرة. انا اكثر شيبس هذا تحبه شهود. انا اوريكم الحين الشيبس اللي اموت فيه. تعرفونه دوريتوس حار حلو، هذا اكثر شيء. ايوه هذا هو. باخذ 2، واحد لليوم واحد سهرة الجمعة إن شاء الله. شوفوا شندهم هنا، شوفوا بصل أبيض نفس الشيبس 18، وهنا شمندر أو بنجر 21. مرة جربت منها مدري، حسيت انه مش مقتنع انه خضرة مجففة وحالية. مدري ما عجبتني كثير. احب المجفف اللي يكون على طبيعته، هذا تحسونه كأنه مصنع. ما ادري شو، ماني قادرة اوصف لكم الوصف يعني شلون مجفف وحالي. تخيلوا انه تمر مجفف بس انه مالح، تخيلوا ما يليق صح. ودي اخذ كيس نفس كده اللي يكون فيها ميني سنيكرز ميني تويكس لكذا اوقات اللي انت قهوة. في واحد يكون كل النكهات فيه مشكل، عرفتوا؟ قد احاول ادوره، ما ابي تويكس بالحال، او اذا ما لقيت باخذ واحد تويكس واحد سنيكرز. كأني أذكر إن في واحد مشكل، ما أدري تذكرون ولا لا. هذا سعره 14 ويعني ب15 ريال. هذا 13.5. لا تخافوا من كمية الحلويات، إذا أنتم تحسونها كثير ترى إحنا عائلة كبيرة. يعني ممكن هذه نسوي عليها حفلة في يوم ونخلصها. يعني مش ما تعتبر كثيرة، بس إذا ناس يحسونها كثيرة ترى إحنا عائلة كبيرة. وطول الأسبوع قاعدة أحاول إني أحفزهم ما يأكلون خرابيط طول الأسبوع، يعني قاعدة نمشيها. إذا اشتهوا شيء حالي أسوي لهم شيء بعسل بدبس تمر. أبي كذا يسوون شوية ديتوكس أسبوع أسبوعين، بس اليوم خلنا نبسطهم شوية. شوف القسم هذا كله مخفض، كله هذا
ب3.5 بس ما أعرف، ومع شكله كذا أحسه شيء قديم بس ما عرفته. شوفوا عجينة عفوا كريمة التشيز عندهم 8 ريال. شوفوا بذور دور الشمس 29، كان 59، حدود النص كيلو 340، أقل من نص كيلو بشوية. خليني أروح قسم الكوكيز، ترى حنا نحب الشوكولات بس بعد الكوكيز لازم، بالذات في الوقت اللي مثلا نسوي كابتشينو، نسوي شيء بيله كوكيز. الكاكاوات هذه الشوكولات عادي تاكلها بروحها، تاكلها مع قهوة عادي. وين راحت الكوكيزات؟ كم هناك؟ ايوه هنا. بالحين شيء يكون قدام عيوني وما اشوفه. ترى لولو عندهم بساكيت الجنة من شركة لولو نفسها. ترى الكوكيز هنا، شوفوا الأوريو عليه عرض بس مش كبير مرة، كان 17 صار 14، 3 ريال بس. شوفوا اللي أقولكم من عند أشياء يبيعونها، شو زي كذا 12 ريال. حلو. هذا حلو، هذا يجنن. بسم الله، باخذ منه 2. باخذ واحد من هذا. شوف هذا عليه عرض لولو، كان ب34 ريال صار ب96.95، والبيتين مع بعض غالبا. حلو، باخذ من هذا. ترى ما شاء الله مرة ثقيل، شوفوه يحمس. اللي هنا عشان ما يكسر لي أغراضي. صدقون ودي أخذ علبتين، أحس مرة يحمس. أحس مدري، أحسني باخذ 2 معاي. أنتو ترى العلبة الواحدة فيها 0.5 كيلو 6 ب7 ريال 2. لا احس بس خلص شيك على التاريخ. بسم الله. اوف، دقيقة شوفوا يوم شيكت على التاريخ، شايفين انتاجه 10/11/2020، انتهاءه 9/11، يعني كم باقي له؟ شيء بسيط، مش باقي له كثير صراحة. فغالبا باخذ علبة واحدة بس، ما اتحمس اخذ 2، تكفي علبة. هنا عندهم عروض البساكيت هذه على 9 ريال، يعني بس خصم 10 ريال، لو خصم 10 كان صارت 0 ريال. المهم انها عليها خصم ريال بس. تعالوا نجي لاقسام الحلويات، تحس انها شيء هندية، ما تحس انها شيء عربية او شيء متعودين عليه. شوفوا عندهم هنا ب10.45 هللة، حلوات لولو نفسها. للي يحبون النوع هذا مخفض، بس والله بس كم كانت 14، يعني خصم، والحين 10.45، يعني 3 ريال خصم، 3 ريال وربع. المكسرات اللي زي كذا ما أنصحكم فيها، اللي تكون مخفضة ما أنصحكم فيها، تكون حال عليها الحول وصار طعمها مو حلو أبدا، صار طعمها كذا متأكسد، تعرفون طعم الزيوت القديمة نفس كذا. الحين راح القسمي المفضل، الأندومي. راح ناخذ أندومي، ما يكمل الويكند بدون اندومي.
الوردية تجنن يا بنات، اللي يحبون الأندومي هذه الوردية مرة حلوة تشوفوها. هذه سعرها ب7 ريال و95 هللة. هذه مرة حلوة، بس تحطون الحار كله اللي فيها، حطوا شوية، حطوا كذا ربعه، بس مرة حلوة تجنن. وهذه شركة ما أدري إيش هي صراحة، شركة ما أعرفها، أنا أبي شركة أندومي نفسها. شوفوا هنا سلع تحضير عليها خصم، كتب 4.5 يعني 3 ريال، مش كثير بعد. ساعات يوهمونا بالخصم، تقرون تحسون إنه مو في خصم أو ريالين، بس تحسبونها الفرق بينهم يمكن ريال وعشر هللات كذا. خلوني راح أدور شركة أندومي نفسها. هنا قسم الشعريات كامل. قسم الأندومي هناك، سألت الموظف قال لي قسم 13. خلونا نروح ناخذ أندومي نقسمها. أتمنى في أشياء تحمس هنا، أرجع لها بعد شوية. هذا 13، وين قسم الأندومي؟ من الجهة الثانية يمكن. أيوة هناك. هذا 13 كامل من هناك لين هنا. خلي أوريكم الأندومي اللي أنا هابة فيها الفترة الأخيرة، النكهة الحارة تجنن. تكون شعرية مقلية هذا، هي مرة حبيتها عشقتها. تشبه الوردية ترى، بس إن هذه أرخص. تشبه الوردية لو تحطون عليها جبنة، لو شوية جبن تصير نفس طعمها. ناخذ منها واحدة. بسم الله، أبغى باكج كامل. وآخذ الأبيض، محتارة بين الأبيض بين البرتقالي. البرتقالي كأنكم تاكلون كبسة. نحشة جو مجموعة هنود ما شاء الله. أحس هنا ما يجي يعني سعوديين كثير، لولو أغلب هنود، ومو أي هنود، تعرفون هنود حق كيرلا هذول. الهند فيها جنس، مو جنسيات، فئات أو مناطق مختلفة، بس هنا أحس أكثر شيء كيرلا. تعرفونهم كيرلا، الوجيه يجيكم طيبين مرة، أشكالهم كذا طيبة، زائد إنه أسمر يعني سمر مرة، مو سمر وسط. أوريكم القسم اللي عجبني من شوية. شوفوا هذا حق عجينة شو اسمها، السكر، لا مو السكر، ما أدري، كاتبين تزيين بالخطمي، يعني إيش مارشميلو الخطمي مو المارشميلو. ب10 كان 25 ريال. على عاد لقربكم تشوفون شو شوكولاتة جلاكسي كان 5، كراميل شو هذا كان 29 ريال، صار 18. بس تأكدوا على التواريخ أول، لا تتحمسوا إذا شفتوا الخصم. شو هذا الكيت كات، هذا الخصم كان 36 صار 15. كيت كات مع هرشي مع بعض يعني. عاد هالقسم هذا كله خصم، بس أحسهم يحطون أشياء بتنتهي كثير بسرعة يعني. مثلا العثيم اذا سووا خصومات لا يكون باقي 3 شهور 4 شهور، مو زي كذا مثلا 15 يوم 10 ايام. فانتبهوا، اظن اني شريت كل اغراض السهرة، باقي بس البيرة
خلاص كذا خلص خلينا قسم المشروبات. ترى احنا ما نقدر ناكل اندومي من غير البيرة، يعني نسوي خلطة كذا بيرة وسيفن اب طلعت جنة. ويفضل البيرة تكون بالتوت. بدور نكهة التوت، هي أخف نكهة ما فيها سكر كثير. الفراولة الرمان شوية سكرها زايد. في من هالستر شوفوها توت بري، باخذ 4. على هالأربعة راح ناخذ بس علبتين سفن اب. أنا جبت 2 سفن اب و4 توت. راح نستخدم 2 سفن اب و2 توت، يعني البيرة ما راح نستخدمها. بسم الله كلها في يوم واحد. بس كذا أغراضي صارت جاهزة. مفروض إني أروح أحاسب عشان نروح ستاربكس نتقهوى فيه ونسولف شوية، لأن اليوم خميس ونفكر مع بعض بصوت عالي عن مخططاتنا الفترة الجاية وعن إيش صار الفترة اللي راحت. ترى كثير كذا نحب نسوي، نحب نفكر مع بعض، كل واحد يتكلم يعني إيش ناوي عليه، إيش خططه ونعدل فيها. بس كذا خلاص أخذت كل الأغراض اللي أبيها، الحين بروح نتقهوى وإن شاء الله نلقى أماكن فاضية، لأنه صار الفترة الأخيرة ما في مقاعد، ما في، مع إنه خلاص خلص التباعد بس المفروض يرجعون زي أول، تحل كراسي كاملة. لا يا بنات فتحوا الدنيا، فتحوا الأماكن على بعض، روعة. آخر مرة جيت كانوا لا، كان خلص بس تباعد بس ما فتحوا كل شيء. في كذا خلي الدنيا تصير كذا أوسع. شوفوا ما شاء الله صاير مكان حياة أكثر. ثلاثة كراميل مكياتو كبير، واحد ميني براونيز، أخذنا كراميل مكياتو ثلاثة. بس رغودي تقول ما تبي تشرب شيء بس تبي ميني براونيز، كنا براحتك. هي بالعادة تاخذ آيس وايت موك أو تاخذ كرم مكياتو بارد كذا. بس خلوني أوريكم جمال، بسم الله خلي أفتحها، جمال كرم المكياتو. شوفوا ما في أجمل من كذا صراحة. ألذ شيء في المنيو في ستاربكس كرم المكياتو. ترى مو كل الأكواب يصير فيها كذا، على حسب الحليب. شوفوا هذا صاير، شوفوا ذا كيف ثقيل صاير فوق القهوة، صاير ثقيلة في السيرب ما ينزل تحت، هذا شوية نازل تحت. كل مكان راكز وما ينزل السيرب بيطلع القهوة الجنة. هذا من خبرتي في الكراميل مكياتو. شوفوا هذا مو شيء، هذا اللي فتحته أول واحد بيكون ألذ واحد، وغالبا بيكون لي. إيش رأيكم بالديمقراطية الحلوة؟ بس يا بنات كده بنجلس نتقهوى ونروق ونكمل يومنا لطيف، ونروح البيت نفصل خلاص، ناخذ وضع الإجازة. أتمنى يا ربي أنكم استمتعتوا، وأحاول إن شاء الله أنزل لكم اليوم. يعني ما في كثير، ما يحتاج كثير مونتاج، لأنه الفيديو مرة خفيف ولطيف، ما يحتاج كثير مونتاج. راح أسوي المونتاج وأنزل لكم اليوم بإذن الله.
عشان ينزلكم وتعيشون أجواء الخميس معايا. لا تنسون بنات سووا لايك، اشتركوا بالقناة، سووا شير لصديقاتكم، لجروبات الأهل عندكم، واتمنى لكم ويكند جميل ولطيف. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.